أستاذ أنور، نجي معك للأغنية الخليجية، تجربتك مع الفنانين الخليجيين، ويمكن كان أولهم أو أول فنان كبير تعاملت معه كان الفنان محمد عبده مثل بالتأكيد ما تفضلت قبل شوي بالتأكيد عام بالتأكيد. 76 في مصر. الحقيقة الأغنية الخليجية أثبتت نفسها بعد جهد جهيد وكبير من فنانين كتار، منهم الأستاذ محمد عبده، منهم الأستاذ طلال مداح، منهم الأستاذ عبد الكريم عبد القادر، منهم الأستاذ يعني خالد الشيخ في البحرين، يعني في عدة بلدان كان في نجوم للأغنية الخليجية أرستها في مراسي الفن العربي بجدارة. بعد ما كان في عندنا عبد الوهاب والصنباطي وام كلثوم والكلام هذا، صار في عندنا ايضا خليج عم ينتج موسيقى وفن واغنيه. انا الان في هذا الطور الحالي انا قلق على فيما بعد، انه نحن ابتدينا نبتعد، نخسر الاغنيه الخليجيه بطعمها المميز، بايقاعاتها اللي ادهشت العالم. يعني انا واحد من الناس لما كنا نطلع المسرح في يوم من الايام، يعني كانت تبهرنا الايقاعات الخليجيه وترعبنا وتتعبنا، لانه احنا ما متعودين على الايقاعات المختلطه القويه اللي لها شكل ولها هنك معين. فكنا نرتعب كموسيقيين كبار، في نفس الوقت احنا قد الحمل نقدر نشيل، لكن كانت شيء مميز جدا الايقاعات الخليجيه. الان دخل الدرامز الايقاعات الخليجيه كما دخل الاورج في الموسيقى العربيه وخربها، فدخل الدرامز الان في الموسيقى الخليجية. صرت تسمع الآن للأسف لي شهرين ثلاثة أسمع الموضة الجديدة اللي طالعة في الأغاني الخليجية، أن الدرامز يعمل الديسكو اللي هو بوب 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 طول الأغنية ماشية، والبيز درام تا تا تا. طب مش الأغنية الخليجية دي وخلاص، وتناسوا الإيقاعات، السبع إيقاعات الخليجية اللي جالسين جنب الدرامز ما عادوا مؤثرين كلهم الدرامز. وعلى المسرح يطلع الدرامز سبع إيقاعات يعزفون، سبع أنواع من أنواع الإيقاع، والدرامز أصلاً سبع انواع، والايقاعات الخليجيه سبع انواع، يعني 14 ايقاع على المسرح. وللاسف الدرامز عمره ما حيعرف يعمل الهنك الخليجي في الضغط الايقاعي، فانا خايف على ذلك، واتمنى انه يعني الناس المهتمين في الخليج يهتموا بانه يكون في حمايه لهذا الكلام للاغنيه الخليجيه والعربيه حتى تمشي في طريق احرام تعبوا عليه اللي قبلنا.